قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. لا 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 كاع ما تخاف، الامور دازت بخير الحمد لله وراها مزيانه. قول لي قبل ما تجيبوها شنو كلات؟ ما كلات والو، مازال ما تعشينا كاع. خدات شي دواء؟ ملي لقيتها سخفانه لقيت حداها هاد الدواء. هاد الدواء سولاش طبيب؟ لا، هاد الدواء مجهد وبنتك مع الاسف خدات منه كميه كبيره بزاف. ما نعرف، كنشك بلا بنتك كانت باغا تنتحر. تنتحر؟ وعلاش غادي تنتحر؟ الحمد لله ما عندنا حتى شي مشاكل. ايوا المهم، على اين بنتك غادي تبقى معنا هنايا في المستشفى تحت المراقبه بيت ما يزول لي هذاك التمسك اللي في المصارن ديالها؟ ومزيان مزيان اللي جبتوها بكري، والا كان الدواء غادي يهلك الجنين. الجنين؟ لا 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 ما تقلقش، غير تهناي كل شيء بخير الحمد لله والحباله طبيعيه. الحباله؟ واش راجلها ما راضيش على هذه الحباله؟ مخاصمه معاه راجلها؟ ايه راجلها. المهم اللي غنوصيك على لا تهلاو فيها، خصوصا في هاد الشهور الاولى. راكي ام تبارك الله وعارفه غادي تكون شويه مقلقه. واخا لا وسير دابا ترتاحي انت، وغدا ان شاء الله ملي غتجي غتلقيها مزيان. واخا لا جاء ميلاد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ظرف تميز بنضالات واسعة من أجل وضع حد للخ... أهلا سيدي أحمد، صباح كدير؟ زيد دخل. فين هاد الغبرة كلها؟ إوا زعما لا ما سولتش عليك أنا، ما تسولش أنت. دقيت عليك في الصباح لقيتك خرجتي، وغير مشيت كنقلب على اللي سلفني شي فلوس. راني تزيرت هاد الشهر عاوتاني. حشومه عليك، تخليني انا اللي بحال خوك ومشيت تسلف مع البراني؟ وانا مازال ما رديت لك داكشي اللي سلفتيني ونزيد نبسل عليك. الله يهديك الله يهديك اسيدي احمد، ولا شي صلاح الصديق اللي ما ينفع صديقه فوق الحزه. عاونتيني ماشي مره ماشي جوج، وعمرني ما نسخرك.
هاد الزمن كيحشم، المندا قليله والمصاريف كثيره، اش غادي نقول لك؟ تقهرت، تغلبت اخاي سعيد. علاش ما تطلبش من الاداره ديالكم تنقل لك الوجده؟ على الاقل بعدا تولي مع داركم وتوفر عليك شويه الكرا. وانا كرهت ولكن محال، وهما عجبوني من طنجه هادي 6 شهور. الدنيا غير بالعكس، الشركه ديالنا بغات تنقلني لفاس وانا ما بغيتش. وعلاش اخويا ما باغيش؟ الا مشيت لتما دارنا غادي يزوجوني بديك البنت اللي خطبوها لي، وانت عارفني بها لي ما بغيتهاش، وما نقدرش نخسر الخاطر ديال والدي. كيف ما كان الحال، راي الوالدين مزيان وكيصدق على صواب. اويلي استغفر الله العظيم، انت دايره كرش وانا ما سايقه اخبار. قولي لي شكون هاد المسخوط اللي بيك؟ ما نعرف ما نعرف ما نعرف. شوفي اما غادي تقولي لي شكون اللي بيك، ولا راني غادي نحبس لك على فم القلب ونقتلك ونتهنى منك ونقولها لباك. غير قتليني وهنيني. صافي صافي عرفتو، هذاك اللي كان نازل معاك من القطار ياك؟ ماشي هو. هذاك راه هو اللي غنديرو بات الولد، بغيتي ولا كرهتي؟ يكون باه ما يمكنش. راه سميت هاد الولد والتليفون ديالي. كيفاش بغيتي؟ ماشي شغلك، انا نعرف كيفاش نتصرف. يقولوا غير الله يخلف بعداك. وياد القواد النار على حساب. لا يا سيدي على حساب مول القهوه. الله يحفظك عمي مبارك. كون ما كانت هاد القهوه كون راه درت بولنا الحسابات. غير اسكت، عيني نحفاو مع هاد الارقام. الو ايه شكون؟ كيفاش؟ واخا صافي انا جاي دابا بسلامة. ياك لاباس سعيد؟ لا والو، شوف انا غادي غير هنا ورجع في الحين. الله يخليك، الا سبحان الله سمع لي المدير قول له ورجع دغيا. واخا غير كون هاني غير كون. اتونسيو عندك طالع، الحق ما تخافيش، انا غادي نقولها للطبيبه باش تجي تشوفك وغادي تعطيك شي دواء. الحق ما ديريش في بالك، ما تخلعيش. الا خصاتك شي حاجه عيطي لي في الصونيط. ربي يخليك اختي. سمعي انا غادي نصاوب شغالي، واللي قلتها انا قول عليها انت هي باش نفكوا راسنا من هاد الوحله. اش غادي ديري؟ هذاك شغلي. صباح الخير. الله يخليك، واحد الانسه نعسه عندكم هنا. شنو مصلحه؟ مصلحه الانعاش. الاسم ديالها؟ رشيده بن ديوان. طلع سيدي الطبق الثاني الغرفه 122. شكرا لك. العفو سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيدا صافا؟ ياك لاباس؟ سكتي يا سعيد، ماشي كانت غادي تقتل راسها؟ تقتل راسها؟ كيفاش؟ الحماق شربت شي حبوب ديال المصايب، قالت لك باغيه تنتحر. تنتحر؟ وعلاش؟ على ودك انت. وصافي رشيده، وها هو جا، ها سعيد جا، وصافي سكتي. حرام عليك يا وليدي، حرام عليك تحطم قلبها. اش حطمت قلبها؟ اسمع ولدي، كما حكت لي رشيده انت ولد مزيان وولد عائله ومؤدب ومخلق، هو ماشي ديالك هادي. رشيده انا مازال ما فهمت والو، فسري لي شنو بعيت هاد الهضره هادي. السعيد رشيده راه كتبغيك بزاف، وعلى ودك شربات السم باش تنتحر، جاب الله عتقناها. على ودي انا اش كنسمع؟ ايه على ودك. شوف الا كنتي كتبغيها بحال اللي كتبغيك، انا كنترجاك تزوج بها دغيا باش تحقق ليها الامنيه ديالها. تزوج بها؟ ولكن لا ما تزوجتيش بها، ماشي بعيد دير شي مصيبه اخرى، تلوح راسها من شي عماره ولا ترمي راسها في البحر. وانت ولد الناس ما تبغي لهاش هاد التهلكه. انا مزوقه فيك ولدي، غير وافق، راه هي البنيته الوحيده اللي عندي، هي العوينه باش كنشوف. ولكن انا راه ما مساهاش دابا للزواج. شوف لا ترفد هم، اللي صعبت عليك سهلت علينا، والمثل كيقول خطب لبنتك قبل ما تخطب لولدك،
وانا كان اليوم كنخطبك لبنتي السعيد والمعروضه اربح. وهذه هي حكايه قيس وليلى. بارك صاحبي من تفليه وفكر معايا. واش بغيتي نقول لك؟ ويمكن تكون هذه بصح دجاجه بكمونها. والمهم في هادشي كله هي البنت كتبغيك كتحبك وكتموت عليك. انما اجي نقول لك عندك تكون هادي شي جالوقه شي فريه باغيني نلصقوها ليك. هاودني. بالعكس زوينه ومؤدبه وحشوميه ظرافات وعمرك ما حكيتي لي عليها. كنت كنعتبرها غير صديقه وخلاص. اجي وكيفاش عرفتي عليها وهي باقا غير تلميذه صغيره على الحب؟ هادي قصه طويله غادي نعاودها لك بالتفصيل. تعرفت عليها سيدي هادي واحد شهر ونص في القطار ملي كنت راجع من فاس. ياك ما تنساش. لا لا ما كاين حتى مشكله في الحقيقه ونسيتيني ما حسيتش بالطريق. كنت كنتمنى كون كانت الطريق طويله بزاف. علاش؟ باش نبقى معاك وقت طويل. بصراحة ما سخيتش بيك. زعما نقدر نشوفك؟ ياك ما نهز معاك السا. ما جاوبتينيش على السؤال. علاش؟ نتشافوش. علاش؟ نجلسو باش نهضرو ونزيدو نتعارفو. يمكن؟ يمكن. اه ماما كتسناني. شكرا اخاي باي باي. على السلامة رشيدة. الله يسلمكم. شكون هذاك اللي كان معاك؟ تلاقيت معاه في التران. باين عليه مقدم. شحال ظريف يا ماما ومصواب. هاي 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 ظريف ومصواب. وبقينا كنخرجوا مع بعضياتنا وفي هاد الايام الاخيره ما بقيناش كنتلاقاو بزاف. هادشي كيدوخ. البنت يلاه شهر ونص باش عرفات عليك وتحبك لدرجه الانتحار. العجب. علاه زعما ما يمكنش توقع؟ كلشي ممكن ولكن قضيه الانتحار على ودك فيها شويه ديال المبالغه. اللهم لا كانت هاد البنت عندها شي عقده. لا 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 لا, لا. ما عندها حتى عقده غير باقا صغيره وما عارفه والو. البراءه رمانه مغمضه وبيني وبينك هي احسن من ديك الخطيبه ديالي. يا داركم اش غدير معاهم؟ دارنا غنحاول نقنعهم وزيدون. انا اللي غنتزوج ماشي دارنا. انا في نظري بلا ما تزرب وخليك مع البنت كيف كنتو حتى تاكد. ايوا نبقى مطمعات اش غدير شي مصيبه في راسها ونتورط فيها انا. يا سيدي الا كنتي مقتنع اضرب الحديد ما حدو سخون. ياك بعدا عاجبك وزوينه اخويا ما فيها ما تعيب كامله مكموله ظريفه وحشوميه ومؤدبه وفي الحقيقه حتى انا كنت كنفكر فيها وبديت كنميل ليها ولكن المشكله ديال الخطيبه هي اللي مازال مخلياني متردد. على سلامتي؟ على سلامتكم نتوما لالا اللي حتى واحد فيكم ما كاين في الدار. حتى الخدامه ما كايناش. فين مشات الخدامه؟ الخدامه سيدي مشات لقى دير تشوف امها عيانه شويه. امتى جيتي؟ راه اكثر من نص ساعه وانا هنا. قول لي بعدا اشنو درتي في ذاك البيعه وشريه؟ جاب الله التيسير؟ الحمد لله كل شيء يسر الله.
المشروع صادقوا عليه بالإجماع. الحمد لله. والله إلا هذه خبيرة زوينة سمعت هذا النهار. إيوا أنتم ما شخباركم؟ إحنا الحمد لله الحمد لله. رشيدة مازال ما جاتش من المدرسة؟ رشيدة باغي تقولي شي حاجة؟ فين رشيدة؟ رشيدة في السبيطار. السبيطار؟ علاش؟ ياك ما وقعت ليها شي حاجة؟ اشنو السبيطار؟ صافي الحاج غير هدنا راسك راه بخير وعلى خير. انت عيان عاد جيتي من الصفر جلس شوية. بنتي في السبيطار وكتقولي لي جلس؟ نوضي جمعي راسك وريني فين هاد السبيطار. عمي مبارك دي هادو المادموزيل جواد الله يخليك. أسعيد شتكاد ليا ماشي حتى لتما. لا والو اخويا غير واحد راه تالف مع الدنيا وخلاص. اخويا ديال الدنيا وهذا هو حالها. الدنيا كلها مشاكل. اجيب على انت لاباس عليك؟ ما كاين لاباس. لا والو باس. قول لها سي فريد الا زعما شي بنت كانت كتحب الولد بزاف وهي اللي طلبات منه الزواج يتزوج بها هو كيحبها زعما نقولوا ولا كان كيحبها وهي كتحبو ما بقى مشكل ياك ما. لا لا غير واحد صاحبي متردد في هذا الموضوع وخلاص. يا سعداته لقى اللي تحبو هي اللي طلب منه الزواج والا عقل يتوكل على الله. الحاج فاش كتخمم؟ امينه البنت راه خلعاني بزاف. الله يهديك الحاج. البنت راه بخير وعلى خير ما عندها والو. واحد اليومين ولا ثلاث ايام وهي غتخرج بالسلامه. البنت حالتها ما عجبانيش وقيلا غادي نشوف ليها شي طبيبه اختصاصيه تفحصها مزيان باش تعرف اشنو عندها بالضبط. الله يهديك الحاج. علاش هاد الطبيبه الاختصاصيه راه ما عندها والو صافي راه برات. الحاج اشنو شكاي مالك عاوتاني داير يديك على ودنك؟ اش باغيه تقولي؟ بغيت نتذكر معاك في واحد الموضوع مهم. اشنا هو هذا الموضوع؟ الله يسمعنا خير. كيف شفتي دابا بنات اليوم وولاد اليوم قبل ما يتزوجوا لابد ما كيخرجوا مع بعضياتهم باش كيتفقوا وكيتفاهموا عاد كيتزوجوا اولا؟ هادي كاينه. ايوا كيف شفتي بنتنا رشيده زعما بعقلها ومؤدبه ومتخلقه الله يعطيك الصحه على التربيه ربيتيها انما حتى هي كتعد من بنات اليوم اولا؟ ايوا. هاد الايامات سيدي تعرفت على واحد الشاب ولد عائله زعما وخدم خدمه مزيانه في واحد الشركه مزيانه. ايوا الحاج الله يخليك. هاد ايوا هكايا ما تبقاش تقولها ليا خليني عافاك حتى نكمل كلامي. كملي. هاد الايام تعيط لي في التليفون قال لك باغي يجي يخطب منك البنت. جيت انا قلت له اودي لا انا راه ما عندي ري قدام باها هو مول الري هو مول الشوار وراه غدا غادي يجي يخطب من عندك البنت. هاكاك قول لي انتوما خبزتو وعجنتو وطيبتو عاد ما جيه كتقوليها لي. ايوا انا اللي بديتو كملوا شغلكم. الحاج اش داكشي عاوتاني اش خابطه في ودنيك؟ ماشي هو هذا الموضوع اللي باغا نتكلم معك فيه. هي كاين شي موضوع اخر؟ ايوا كيف قلت لك البنات والولاد قبل ما يتزوجوا خصهم يتعارفوا ويتفاهموا قلتيها. الحماق وقلت العقل وعقل الصغر خطأ وكتب عليها المكتب وحبلت معاه. وبالحق غدا 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 راه غادي يجي يضرب بها الصدق. اويلي اش قلت حبلات معاه من الصباح وانت كتحومي وكتغني عليا باش تقولي لي البنت حامله. الحاج الله يهديك لا دير شي من الحبه قبه راه كل شيء غيدوز بسلام وحتى شي ما ضاع وغادي يصلح غلطو. يصلح غلطو كيف غادي يدير يصلح غلطو؟ كيف غادي يدير يصلح غلطو والبنت حامله؟ اللي مزيان وهو معترف بالأبوة وغدا غيتزوج بها. أويلي استغفر الله العظيم. أويلي عباد الله فين غادي نخبي وجهي من الناس؟ أويلي عباد الله على مصيبة فاش تبات لي هاد المسخوطة. لا صافي لا صافي هادي بغات تخرج عليا هادي بغات تشوه بيا بغات تقلل عراضي قدام الناس. هادشي علاش ناعسة في السبيطار ياك يعني.
وانا على الشيطان الحاج الله يهديك، قلت لك كل شيء غيدوز بسلام وتا شي ما ضاع. تا شي ما ضاع؟ لا عندك الحق حتى شي ما ضاع. وانا لا يجي نكثر كلها في هاد الدار كيعمل لي اشبوه، وانا مكفيه عليا القفا عايش في دار غفلون. وقت اللي سولت على البنت فينا هي، راه في المدرسه، راه عند صديقتها، راه مسافره عند خالتها. انت اللي متسراها، انت اللي متفقه معها على كل شيء، والنتيجه هي جايبه لي كرش، هي جايبه لي ولد مجهول بلا اب. وصافي المعطى الله يخليك، دابا اللي عطى الله عطاه. اللي عطى الله عطاه؟ لا عندك الحق. لا دابا اللي عطى الله عطاه، واللي دا شداه، واللي زلق طاح على عين قفاه، وانا في هاد الدار بحال كوكو. الحاج عندك تحشمو ولا تجبد معاه شي موضوع، غير ملي يخطب من عندك البنت اتفق معاه على ضريب صداقة اليوم قبل غدا. انا مزوقة فيك اخي. ايوا صافي، واش انتي دابا غتعلميني اش نقول؟ ولي الحاج مالك مقلق وطلق عليا داك الغباشة، راه ما كتجي شي معاك، ابتسم شوية. وصل عنبي. ها هو جا، شوف عندك تمشي تجبد معاه موضوع الحبالة، راه حشومي. قلنا صافي الله يهنيك. اهلا 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 سي سعيد، لاباس كبير هذا، واش مكلف راسك؟ بحال جاي لداركم، كثر خيرك بارك الله فيك. تفضل تفضل. وعليكم السلام. هذا الحاج رشيده بات المعطي. الحاج المعطي بات رشيده رجلي. شرفيني. الحاج هذا هو السي سعيد اللي دويت لك عليه. جلس يا ولدي، جلس جلس. أفينك أمينة؟ سمحوا لي تعطلت عليكم. هاك الحاج كبت. لا 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 كبي انت اللي كتعرفي. سي سعيد مرحبا بك، هذا راه نهار كبير. الله يبارك فيك. تفضل يا ولدي تفضل. كي بقيتي شويه؟ شويه الحمد لله. شفتي يا اختي كنتي غادي تخرجي على راسك ولا داك الجنين؟ داك الجنين هو سبب مصيبتي. علاه؟ باه ما بغاش؟ لا 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 غير الظروف. هذاك الشيء علاش كليتي داك الدواء؟ الدواء؟ غير غلطت فيه. وفين هو باه؟ شفتو كاع ما جا؟ باه مسافر. ما يكون بس عندك حبيبه، وإلا خصتك شي حاجه عيطي لي في السرسال. شكرا اختي ربي يخليك. ولكن ولدي خصك هذه القضيه تعجل بها قبل ما توقع شي حاجه. البنت راه كتعرفها متعلقه بك. عندك الحق عمي، خص الواحد يدوز الامور على خير ولا تجرى شي مصيبه. ايوا دابا قل لي السي سعيد وقتاش ان شاء الله غادي نعيطوا للعدول؟ ايوا قلت زعما حتى نخبر والديا وخوتي فاس باش يجيو يحضروا معايا في هذه المناسبه. ويلي خلاص ما قلت نضربوا الكاغيط بعدا نطرقوا حنا مسامرة، وديك الساعة وليدك راه رخاء الله عاد نتعرفوا بهم. والديك من بعد؟ من بعد. واخا تا هذا نظر، غدا إن شاء الله من بعد السبعة ندوز لعندكم. غدا غدا إن شاء الله بإذن الله. هي غدا في السبعة نعيطوا للعدول. إيه خص غير رشيدة تكون هنا في الدار. لا 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 رشيدة لا ترفد لها هم، رشيدة إن شاء الله أنا غادي نمشي لعند الطبيبة باش تخليها تخرج. يلا طلق 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 طلق
اش درتي في القضيه ديالك؟ فين وصلتي؟ صافي يا سيدي، مشيت عند بات البنت وخطبتها من نور سميان واتفقنا على نهار ضرب صداق. يا سيدي مبارك مسعود، مبارك مسعود، الله يكملو بخير. العقوبه عليك اخي احمد. انا وباش براتي بالزين ولا بالبنات اللي ما بقوش راضين بالموظفين بحالنا؟ اح اخي سعيد، اليوم باش تزوج خص تكون عندك الدار والسياره ورصيد مهم في البنك، ولا ما كانوش هادو غير سير شوف لك شي شقيفه اللي تسترها وتسترك. اللي قلت ليها انا موظف كتقول لي باي باي اديو مو شيري. لا وا لا وا زدتي فيه، باقي البنات اللي بعقلهم بحال رشيده. فكرتيني في رشيده وكانت حتى هي حاضره معكم؟ لا باقا في المستشفى. ايوا مشيتي شفتيها باش تفرحها وتبارك ليها؟ خليتها حتى الغدا نكون نيت تخلصت باش ندي لها شي هديه تكون في المستوى. ايوا وات وبديتي في الهدايات وغدا يصبحوا تكشيطات وبعدو يوليو دبيل جات وخويت مات ومضيم مات. يا سيدي الله يكمل بخير. ايوا اش ظهر لك الحاج؟ ايوا الله يسترنا. في الحقيقه هو شاد مؤدب ما فيه ما يتعال وباين عليه ولد الناس، وراه بحالو اللي كنت كنتمنى لبنتنا، وخدام في شركه كبيره، ولكني ما عجبتنيش داك الدخله ديالو علينا. ويلي دخل بكارطونه ناشفه في يديه. الله يهديك الحاج، وكتعرفوا ولاد اليوم على يصحاب لك بحالنا. باقي كنعقل نهار فاش الوالد والوالده مشاو يخطبوك، داو معاهم كروسه صايقينها جوج بغال ومتقلب بالهدايا. لا ولا ما تزيد شايفه، ماشي غير الكفاف. كفاف؟ ايوا الخنشه ديال السكر فاش كانوا عازينها. اي نسيت السكر نسيته. قولي يا امينه. نعم. صبرتي شعرك؟ لا هو هذا لونه. شنو بان لك؟ الشمس، الشمس. اجي. نعم. واش عقلتي ملي كنتي بروشه ودايره القرينات؟ ولا ما تزيد شايفه، ما كنتش دايره القرينات. كنت نيت مشطه مشطه مزيانه ودايره الفرقه عوجه، كانت ديك الساعه موضه وحتى دابا راه ولات موضه. غير قولي الحق، ما كنتي دايره غير القرينات ومضفورين. واخا سيدي كنت دايره القرينات. ايوا كيف كنت كنجيك؟ ما كنتيش معمي فيا؟ كنت، وداك الشيء علاش طحت على زنافري. ايوا دابا؟ دابا اكثر. ايوا العلاه خطك عليا. حتى انت العلاه خطك عليا. تسول سيدي. الله يخليك على واحد البنت نعسه عندكم هنا اسمها رشيده. عاد لقيتيها خرجات؟ الحمد لله. ياك من انت هو راجلها؟ نعم لاله. ايوا سيدي مبارك مسعود، والحمد لله اللي دازت الامور بخير ولا خير، والجانين حفظوا الله. تهلا فيها راها ظريفه وما تديش عليها، راه كاع العيالات في اليمات لولاد الحم كيكونوا مقلقات والوحم صعيب. اش من حمل واش من وحم؟ انا كيسحب لي في خبارك. واش انت متاكده بلي رشيده حامله؟ ويلي راه انا اللي كنت كنداويها. ما يمكنش، ما يمكنش رشيده تكون حامله، ما يمكنش حامله. والعجب هذا، هذا الشيء ما ظهر لياش فيه. ايوا الشيء اللي قلت لك، غير تبعي ريو وما غيكون غير الخير، غدا هو غادي يجي وغنضربوا الصداق ومرضنا ما عنده باس. ولكن ماما من بعد ضرب الصداق اش غادي يطرى؟ اش غادي يطرى؟ ملي غنقرقبوا عليه ويضرب الصداق ونديروا ورقتنا في جيبنا، ديك الساعه اللي عجبو يبقى مرحبا به، ما عجبوش الله يعرضو السلامه. المهم بنتك ولا ولدك غادي يكون عنده باه. ناري ماما ماشي حرام علينا نظلمو، هو ما دار والو، راه ماشي باه. وشكون هو باه؟ كانوا غنسقوا لي ولد ما عندي فيه حتى نصيب. حفظك الله. هادشي علاش خص الواحد ديما يحذي راسو ويعرف مع من هو. الا عمرك ما سمعتي بشي واحد اللي سقرقبات عليه النصيده؟ العجب اللي شافها يقول لك هذه هي اللي تصلح، هذه ملاك. اش نقول لك؟ وجاوبني بصراحه، زعما عمرك ما قصيها؟ ماشي انت اللي وحق صاحبي والطعام والمحبه اللي بيناتنا؟ عمري ما ادي سرا غير الباطل، الباطل الاحمر وخلاص. عرفتي اش غيجيك مليح؟
سير لعند والديك ودير لهم خاطرهم وتزوج بالبنت اللي خساروا لك هما وزعما راها خطيبتك. شفتك تالف مفافي مالك؟ والله اخويا ما عرفت ما ندير، راني نحس براسي مسالي تالف كيف قلتي. سي سعيد كملتي داك الحساب؟ هو شوف راه هو هذا عنده في داك التوصيل. شفتك اليوم ناشط مع راسك. هي الدنيا خففت عليك من اليوم غادي نضربها بركله. عندك الحق. سي سعيد شي ناس كيتسناوك في الباب تحت. شكون؟ مرا واحد البنت. اعوذ بالله اعوذ بالله. ما جيتيش البارح؟ خليتينا كنتسناو الناس والعدول والقيامه قايمه ياك لاباس. العدول والناس تا هما زعما الشهود. شوفي لالا انت وبنتك وبلا علينا فضيحه. سيروا شوفوا شي حد اخر قنيو عليه ولصقوا ليه فضيحتكم. سيروا شوفوا اللي يستهبلكم من غيري انا. مالك ولدي يا سعيد؟ ولدك ما يشرفنيش تكون عندي ام خلوده بحالك وبنت سايبه بحال بنتك. ايوا حدك تم، ماشي درتي البنت زبله قد سخط الله وباغي تضربها ليها بنكره؟ واش صحابك انا كنبوت لهالدرجه؟ اسير شوفي شي حد اخر من غيري، سير شوفي اللي استرهبالكم من غيري انا. شوف السعيد اجي نقول لك، اما غادي تستر مصر الله ويبقى هاد الشيء بيناتنا ومريضنا ما عنده باس، ولا راني ما غادي يفكني معاك غير المخزن صافي. اسيري عاوديها ليهم وعلى ما بخيلك ركبيه، او الله ما تدي مني باش تلقي سنانك. وإلا ما نخليك، إلا ما نخليك يا سعيد كتمشي وكتجي وكترغب وكتطلب زحف على رجليك، ما أنا شي مرأة، ما أنا شي أمينة مرات المعطي الديواني. أسيري ديها للخيرية حسن ليها وليه. الخيرية؟ تلقي مني أنت يا تلقي مني صافي صفيها منك. يصف والله يا كمال الوالدة هي اللي جات. لا سيدي ماما غولا اللي جات، جات بغات تاكلني واكليني يا موكا. ودار عليك قطع الواد. خليها الله قطع البحور هذا. ايوا لالا امولة العقل لالا الفاهمة، اش غادي نعملو دابا في هاد المصيبة الكحلة اللي جابت لنا بنتك؟ بنتك الماصونة المربية. ويلا ما بغاش بالخاطر الله يجعل البركه في المخزن، غادي يخليه يعترف بولده ولا بنته بالزز. المخزن؟ ايوا عاد كملت البايع. الا وصلنا للمخزن غادي عاد نتفضحوا بالمعقول، وغادي تكون فضيحتنا بالضر والبندير. والحاج انت مول العقل، نخليو الولد ولا البنت بلا بواه. لا عندك الحق، دابا ملي توجد الولد كيخصنا نبدا ندبروا ليه على بواه. معلوم؟ واش تدي الطوبيه العوجه هادي باش حصل طينا؟ والحاج خلاص بركه ما تخطب عليا، واه راه قلبي راه طايب. ها غدا سير عند البوليس واعمل به بلاغ. البوليس؟ عاد كتبكي يا المتعوسه، تنصحيهم بالشوك ان شاء الله. على فين غاب عقلك نهار الاول اللي ما تحضرش شرفك بحال اللي ياتك وقرانات. سكتيني سكتيني بركه من الطبوحيط. سمعي باك راني قلت ليه السعيد هو اللي بيك باش يعترف بداك الشيء اللي في كرشك، وراه غادي يقيد بيه عند البوليس. البوليس؟ ايه البوليس، البوليس والمخزن هادو كلهم غادي يتحاموا فيه باش يعترف بداك الشيء اللي في كرشك، ولا بغيتيه يتزاد حرامي قدام الناس؟ تهنيت علاش بقيت عايشه؟ سمعي عند البوليس قول لهم السعيد هو اللي بيك، ولا تبقاش تدخلي وتخرجي في الهضره. وياك البوليس ما يضربونيش؟ لا ما غيضربوك شيء، غير غيسولوك، غير كما قلت لك ركزي وتبتي وعرفي راسك اشنو كتقولي. وكما قلت لك ديري بحساب باك لا تمشي ترى ليه شي حاجه ولا طيح ليه النقطه، طيح ليه اليد مع الرجل ويقص ليا في الركله. علاش بابا ما بغاش يشوف فيا ولا حتى يهضر معايا؟ واش انت بقى فيك ما يتهضر ولا ما يتشاف؟
رشيده بن ديوان سعيد ايد عرفي. قرب لي ملف 1370 على 90 وفتح المحضر بتاريخه وساعته. اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك. رشيده بن ديوان 17 سنه تلميذه بثانويه الصخور شارع الازهار عمارة 20 شقة 2 الرباط. قدمتي شكوى لدى الضابطة القضائية كتهمين فيها سعيد أيت العارفي بالاغتصاب مما نتج عنه حمل، كاين هادشي؟ نعم سيدي. يمكن لك تحكي لنا اش وقع بالضبط؟ أنا سيدي تعرفت على سعيد وعرض علي نخرج معاه، قبلت لأنه قال لي نيته حسنة وما باغي غير الحلال، باغي يتزوج بيا. كنا كنخرجوا في الأيام الأولى لجنب البحر والقهاوي يعني باحترام، وملي شافني بديت نثق به وتعلقت به قال لي نمشيو نشوفو اختو وداني لواحد الدار جنب البحر. كدابه سيدي الوكيل كدابه. سكوت ما تهضرش حتى نقولها لك، كملي. وملي دخلنا للدار ما لقيت فيها حتى حد، حاولت نخرج ولكن سعيد شدني بزز وجرني لبيت الناس، حاولت نطلبو ونرغبو ونستعطفو، بكيت وقلت له ارحمني وارحم دافي، ولكن هو كان بحال شي وحش وتهجم عليا وهكذا اللي كان كذوب. سيدي كذوب البهتان. قلت لك سكت ما تهضرش حتى نقولها لك. صافي معليش كملي اش وقع من بعد. واغتصبني ومن بعد شهرين لقيت راسي حامله منه. علاش ما قدمتيش شكوى النهار اللي اغتصبك فيها؟ على حقاش صلح لي خاطري بالكلام الحلو، قال لي غادي نتزوج بك في الحين، طمعني. وبقيت نتسنى حتى بانت عليا اثر الحمل، وملي مشيت قلت هالو هددني ونكرني وجرى عليا. عمرك خرجتي مع شي ولد اخر؟ لا سيدي، هو الوحيد اللي خرجت معاه، هو الوحيد اللي وعدني بالزواج. سير عند الكاتب ووقع المحضر. اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك. سعيد أيت العارفي 25 سنة شارع السنغال عمارة 6 رقم 8 الرباط، موظف بشركة عبر البحر للتجارة بالرباط. هاد البنت كتعرفها؟ كنعرفها نعم سيدي. وشنو هي نوع المعرفة اللي بيناتكم؟ كانت صديقة وصافي. كنتي كتخرج معها؟ نعم سيدي. وفين كنتو كتمشيو؟ جنب البحر ولا في القهاوي. والدار اللي كنتو كتمشيو ليها حدا البحر؟ كذوبة سيدي، ما عمرنا مشينا لشي دار لا هنا ولا حدا البحر. ياك هكذا الكذاب. اسيدي راه عنده دار في جنب البحر. سكتي وما تهضريش حتى نقولها لك. ولكن رشيده قالت لك بانك اغتصبتيها في شي دار حدا البحر. والله اسيدي اللي شهد علينا جميع، عمرني ما قصتها ولا دخلت معها لشي دار ابدا ابدا. وعلاش تهمتك غير انت؟ ما نعرف اسيدي. شوف الا كذبتي راك غير غادي تزيد تعقد على راسك. انا بريء سيدي، انا بريء وبغات تعملي غير هكاك وحق ملي الحق الا انا مظلوم سيدي مظلوم. صافي صافي سير عند الكاتب باش توقع المحضر. قررنا نحن نائب السيد الوكيل العام للملك متابعه السيد سعيد آت العارفي طبقا للقانون وفصول المتابعه مع بقائه في حالة صلاح مؤقت بضمان محل إقامته. والآن يمكن لكم تمشيوا في حالكم حتى توصلوا باستدعاء المحكمة. خسارة بنت غزالة بحال هادي ضيع راسها هكذاك، والله إلا بقات فيا. ويا مالها وما راسها؟ أنا اللي في الهم، أنا اللي غدا في المحكمة راه يحكموا لي بالحبس. مستقبلها خدمة وبلا مستقبل. واش غادي نقول لك؟ موقفك مشبك، داك الخرجات معاها اللي اعترفتي بهم هما اللي غادي يكونوا لك بحال سلسله في العنق. ولكن انا ما قلت غير الحق، ما قلت غير الحق اخي حمد. الحق؟ المحكمه ما كتامن غير بالادله والبراهين والقرائن، سوني انا اللي دارس القانون. كلامك ياكد الادانه يا صاحبي. حتى هي ما قدرتش توريهم الطريقه اللي كانت ديتها ليها. ويمكن ما تعقلش عليها،
الا مشات ليها مره وحده وزيدون بالليل وقالت لهم كليتي لها دماغها. احمد اش كتكلم معايا بحال شي قاضي؟ انا كنشوف غير من الناحيه القانونيه وكنلقاك واغلا صح. يا انا زعما مشيت صافي مشيت باغي الله يسلك الامور على خير. اما القضيه عندك حامضه. الحاج بارك عليك اخي من تخنا ولا تنعس. بنتك خلات لي شي ناس. ودابا مالك انت دار في هذا الهم؟ دابا في المحكمه غادي يحكموا عليه بالزواج ويلا ما بغاش بالحبس، وديك الساعه غادي يعترف بولده ولا بنته، وحفيدنا غادي يكون عنده باه. حفيدنا خرجتو عليا، خرجتو عليا، كنت جالس في المحكمه بحال شي محيط، حاشاكم حاشاكم، ودابا كتقول لي حفيدنا، كتقول لي هي بوجهك صحيح. الله يهديك الحاج، نوض نعس بارك عليك من الطاعون وقرا شويه ديال القران. وانا وديت نعسي انت اللي زاهيليك، انت اللي قلبك مهنيك. قلبي مهنيني؟ انا غير كتماوم في قلبي، داك يا ام دم. اجي نقول لك بيني وبينك، فين غنرميو هاد البنت؟ لمن غادي نعطيوها؟ نتخلاو عليها؟ راه يديك منك ولا تكون مجدامه. سعيد اش هادشي؟ انت اللي حميتي هادشي كله؟ ما لقيتو غير هو نفش فيه غدايدي، احيد عليك هاد البلا، غادي غير تهلك صحتك، دير شي الموتورجيه. صافي انا ساليت، غدا غنولي مرمي مع المجرمين في الحباسات. دير امالك في الله وما تخافش، ربي كبير، دي باب الحق، صدقني. وكاينش اللي كيقضى على الواحد من غير الباطل. الباطل الاحمر. لا دير شي في خاطرك، دابا ربي يفرج، هادشي اللي كتب الله. لا دير شي في خاطرك. اجي، وعلاش ما تطلبش من الخدمه ديالك اجازه وتمشي لداركم ترتاح شي شويه؟ عطبت هادي شراي وهي اللي كانت سببي في ديك المصيبه الكحله. الحاج صباح الخير، واجي تفطر. فطري انتي اللي مفتوحه لك الشهيه. وزعما اليوم الحد فين غادي؟ غادي للجائحه، الجائحه اللي ما غاديش يرجع منها. نطلب الله تعالى يهزني عنده باش نرتاح منكم. الله يحفظك وين جيك، الله يكون ليك وليا في العوان، وليتي كتشعل على والو. انتي وبنتك راه شاعلين فيا النار الزرقاء، الله يريحني منكم. وعندك تنسى فريد، راه عرض علينا العشاء. غير فين يا صاحبي، ما عندي قال ما عندي خاطر. شكون يكون جا؟ داير مع شي حد؟ ما داير مع حد. نوض شوف شكون. موي ولدي سعيد، فين هاد الغبره وليدي؟ توحشتك غادي نقطعك نضرب لك. مرحبا نجات. حمد صاحبي وجاري اللي هضرت لك عليه. تبارك الله عليك وليدي. تشرفينا لاله. نجات نشرفين. المهم انا غادي نمشي. الله يهنيكم. اجي شكون هي هاد البنت اللي جات مع الوليده ديالك؟ هذه هي الخطيبة اللي عاودت لك عليها. زيونة اجي عندك تبين شي حاجة. تبت غاسكت إلا سمعتها أمي تموت. غادي تقول سمعها. لا خليني نمشي، أنا غنمشي نقضي شي شغل بدمان وأنا راجع لعندك. واخا وسلامة. سلامة. مرحبا. بارك الله فيك ولدي. الكبدة ما تهدى، اضطريت نجي نشوفك. والله امي لا موحشكم بزاف. اش خبر واحد الوالد وخوتي؟ كلشي على خير وبخير وكيسلموا عليك. الحمد لله. نجاة اش خبارك؟ لاباس بخير. اش خبار داركم؟ الحمد لله لاباس. وحنا دابا لصقنا على هاد السعيد، قولي لي شكون با داكشي اللي في كرشك؟ ما نعرف هلا كنتي ضيخه ملي؟ وبركه ماما راك طيبتي لي قلبي. ياك ماشي حد من ولاد الجيران، ياك ماشي حد من العائله. وصافي ماما ياك قلتي لي نتهمو سعيد وتهمتوه، يا بركه.
ايوا شفتي شفتي يا وليدي نجات تبارك الله عليها شحال حدقه ملي جينا وهي واقفه على قدم في الكوزينه وخملات الدار ونظفاتها ورتباتها كاتبري له دجا وليدي فين غتجبر شي وحده اخرى بحالها يا ابي ولكن انا ما كنبغيهاش بارك عليا بارك عليا من كلام الدراري انا حنا دابا تزوجنا بالبغيان ديك الشيء كيجي من بعد الزواج شوف اوليدي المحبه الحقيقيه هي بنت العشره والموالفه والله يجيب اللي فيها الخير يا وليدي غير قلت لها يالله معايا جات كتجري مسكنا وانت حاضر منها العين ايوا لا واه خصك تضحك في وجهها وتهضر معاها وترحب بيها ما كيعرفش انت الخير فين هو ربما تفهمو ولكن امي حتى واحد ما مال قلبه شوف غدا ان شاء الله خرجها وساريها وهضر معاها ربما حتى هي عندها ما تقول لك وربما يتفتح ديك القليب ليلها يلا بركه من هاد الطغوبيشه نزل للارض اطلق ديك الوجيه ليلها هكذاك هكذاك يرضي على بنتي دابا بنيتي جبناك باش نشقاوك لا وا حبيبتي ما تقوليش هكذاك راه بحال دارنا وشقاكم راحه شنو وجدتي لنا في الغداء داكشي اللي قلتي لي كيبغي السي سعيد سمحي لي الحاجة غنمشي نقضي الشغل باقي وا جربي راسك راه حنا كنعينوك باتي Buongiorno, come stai? Bene? Sono Adina! Adina! Marhaba! مرحبا نهار كبير كي داير انت لاباس فين هاد الغبره ولدي ويلي عرفتي شحال وانت غابر هيا تفضل تفضل مرحبا بك وكي داير مع الغربه مرتبيني مرتبيني شنو هاد مرتبيني بغيت نقول مزيان مخير شوف عاد الله يخليك هضر معايا باللغه اللي كنفهم شحال هادي وانت مسافر كرايدو تشينكويان بغيت نقول خمس سنين هو على سلامتك واحد خالي فينا هو خالك سيدي في الخدمه هو غادي يجي ورشيده رشيده انا غادي نمشي نقولها ليها لا 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 الله يخليك بارك هذا لي ليانا شكرا انا ولدي وهذا نعملوا له سوربريز الله يكثر خيرك دخلي ماما على مول فدقي هادي الكيزه رشيده انا تلات قطان يعني الله يسلمك امو كريمات باقي عقل على كريمات مهدي منسال انا اللي مهدي منسال تبارك الله كبرتي وزيادتي وليتي سينيورينا بليزيما خد هاد التيكادو ليك او سي بوغ ما ميغ سي عادل واش كلبتي راسك لا ويلي كيف والله مرحبا بك عادل اش تجلس جلس غراتسي ايوا الطالياني درتي شي وليده سمع شي طالياني في الحقيقه مازال على وداش انا كنفضل نديرو مع بنت البلاد المغربيه احسن ليا ماما ود هادي ما جيتي عادل ايه دابا خمس سنين هادي حتى تبدلات عليا البلاد والناس ما بقيت فاهم والو نو كابيلو هي كتجري عادل هداك النهار وحنا صغار هما عندنا عقل غير البارح هي درتي عقلك دابا مو قريدات ايوا كيف عايش انت في الغربه اش نقول لك اش نعاود لك على الغربه والتمره لابورو يدور ولا فيتا بروتا زد عليها الوحدانية قرا خلاص هي باقي يزري مع راسك في الحقيقة بركة باستا واحد عيا وكنقول هاد العام كتبان لينا ويديرها يا العفريت هذاك الشيء اللي كاين وقفتي بعدا يبغى لك خاطرك في الحقيقة لقيتها ولاني ما عرفتش واش غادي تقبل عليا ولا لا واش كاينه شي وحدة كتكره الخارج وعاد شاب بحالك ظرافات واخلاق اش فيك ميتاب الورا عقلي عليها هذاك ما تقولهاش ليها علاه انا كنعرفها مولتو بزاف كنشوف فيها صباح وعشيه شكون هي المباركه مسعده بالسلامه ولات القريدات الا بغات ياك ما انا باركه متسريعات اش ضلك في هاد القصه ولكن انت كنتي كتخرج معاها بحال شي صديقه صافي وزيدون
عمري ما اديتها. علاه ما بين الولد والبنت كاينه شي صداقه؟ وكوما كانت بيناتكم شي حاجه كاع ما تخرجش معاك وما تتهمكش انت من دون الناس الاخرين. انت معايا ولا معاها؟ يا سيدي انا مع الحق، واللي سمع قصتك معاها يقول انت اللي بيها. انا بغيت توقفي بجنبي، ساعه انت عاد ما كتزيدي عليا في الهم. اش بغيتي ندير لك؟ اش بغيتي ندير لك وانت داير فضيحه كبيره؟ انا بعدا بديت كنشك فيك. كتشكي فيا؟ علاش درت لك؟ ايوا سيدي اليوم هادي درتي ليها كرش، وغدا ملي نتزوجوا غادي تولي دايرني كل خدامه وانت تمشي تعزل مع راسك. لا لا اخويا انت ظهر عليك مخ الويض. داكشي علاش قلبي ما بغاش يمين لك. دار انت ماشي ديال الزمان، والواحد كاع ما يديرك حداه. سير بعدا فك حريتك مع البنت وتزوج بها قبل ما تدخلك للحبس. انت حرام الواحد يحلق قلبه ويهضر معاك. فعلا عندك الحق، حتى انا نيت بهدلت براسي جايه تبعك بحال شي بايره. كنت ضامنك راجل بعقله، الساعه انت كلك مشاكل. اسمعي لالا نجات، المراه اللي ما توقش مع راجلها فوق الحزه ما عنده ما يدير بها. ايوا سيدي جري عليا نيت، قولها بصراحه. فين غاديه؟ غاليه في حالي، ما بقى لي ما ندير معاك. فين غاديه قلت لك؟ مات وانت مازال صغير، وكان الله يرحمه خلاك بين يد اختي. مسكينه شحال ضحات وشحال تعبات من اجلك. يا ولكن الحق سبحانه تفكرها، الله يواليها برحمه الله. الله يرحمها مسكينه. في الحقيقه انا با ما نعقلش عليه، لكن امي كانت تفكرها مزيان. ايوا راه هذيك عمتك هي اللي عطاك الله، راه هي اللي كانت متحمله مسؤوليتك، رباتك وقراتك، واش بعدا كتفكرها؟ الله يودي خالي، واش انا ننسى الخير؟ دابا كل راس شهر كنصيفط لها واحد المنظره، انا وداشكي كتعرف فيا حالتها ضعيفه وراجلها ما فحالوش، ومعها هي مسكينه ما كتولدش عاقره، فالواحد كيتعاون معها على قد المستطاع. الله يرضي عليك، ولكن انا بالنسبه ليا رانا مقلق وكنعاتب عليك. الله يودي خالي، انا شنو درت؟ هاد المده كلها وما تسولش فينا؟ وين لا خلي، راك عارف ظروف الخدمه في الخارج، تما راه ما كاين غير جري عليا نجري عليك، حتى الوقت باش الواحد يحك راسو ما يلقاهش. قول لي يا بلا، درتي شي وليدات؟ لا في الحقيقه مازال، ولاني عوال هاد العام الى كتاب، وهذا هو الموضوع اللي جيت نتكلم معك فيه. مرحبا، كاين شي مهد تقال؟ كاين شي ما نقضيو؟ كي كتعرفوا دابا نتوما هما العائله الوحيده اللي بقات ليا، ومعزتكم عندي كبيره، كنتمنى انكم ما ترفضوش طلبي، حيت بغيت نتزوج بنتكم رشيده. رشيده؟ ولكنها ولدي رشيده. رشيده مازال كتقرا؟ خلي الا كانت غير على القرايه، حتى الطاليان يمكن لها تكملها معايا، ما كاين حتى مشكل. ولكن عادل، خصك تعرف بالله رشيده مازال صغيره، ولا عرفتي اش غنقول لك؟ خلي ان شاء الله حتى العام الماجي ويحن الله. اخالتي امينه، انت عارفه ظروف المعيشه في الخارج، الغربة والوحدانية صعيبة، وأنا في الحقيقة هذا العام قررت أنني نجمع راسي. هما كيقولوا الزواج عصمة أولا؟ إي عرفنا الزواج عصمة، ولكن خصك تعرف باللي رشيدة راه باقي لها غير هذا العام وتاخذ الباك ديالها. وكي شوف أوليدي، الله يرضى عليك، غير صبر
صبر شويه وراه ان شاء الله كان وعدك ما غادي يكون غير الخير. واش عرفتي الا جينا لهنا؟ علاش؟ بغيت نعرف رايك الاخير. ولكن انا راه شرحت لك الظروف. لا لا هاد القضيه القرايه ما دخلش لي راسي. انا وداش خلي بالي بحال اللي كيتهرب مني. ياك ما عطيت الكلمه لشي حد اخر. لا خويا عادل ما كاين حتى حد اخر من غيرك. هي انت اللي ما باغيانيش غير قولها لي وهنيني. بالعكس راك عارف ما سكنتي، انما زعما قلت نخليوها بعدا غير حتى العام الجاي. حتى العام الجاي يون بوسو. انا جيت هاد العام على ودك وما يمكنش ارجع بلا بيك. ما دايلا غير فهمني اخويا عادل، ارى المشكله ماشي ما بغيتكش ولكن الدراسه. هاد العام عندي البكالوريا والمواد كتار وخاصني ننجح. شكرا. ايوا لالا اش دار لك فهاد الفضيحه هذه؟ فاش سبات لي بنتك، بنتك الغزاله، بنتك العزيزه، اش دار لك فهاد المشكله هذه اللي خلقات لي مع ولد اختي؟ الحاج الله يهديك ياك اعتذرتي ليه وقلتي له حتى تكمل قرايتها وصافي. واش هي باقي عندها شي قابليه للقرايه؟ قليت الاعراض صافي. دابا ولد اختي مشى مقلق عليا، مشى واخد على خاطرو من جهتي، غادي يقول لك ما بغيتوش ما رضيتش بيه. خلاص الحاج انت الله يهديك، راه الدنيا كلها وهمه، واللي ما عنده شويه عنده بزاف. انا عندي بزاف، انا جا مهموم الناس كلهم بوحدي، انا مصيبتي ما بحال حتى شي مصيبه. الله ينعل الشيطان الحاج، الله ينعل الشيطان. واش حنا غادي نتعاندوا مع القدر؟ راه اللي عطى الله هو هذا. هادي عمري ما ضربت ليها الحساب، فخري يمين وقف المحكمه من اجل هاد البنت، وغادي يقولوا عليا الناس بنتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله وليدي غادي يدخلوك الحبس ويضيعوا شبابكم ومستقبلك. صافي أموي قلبي راه عامر ما عنده فين يزيد، اللي دارها الله هي اللي غادي تكون. قل لي وليدي ياك أنت ماشي مولا هاد الصبرة. والله أموي وبزيزي إلا اللي رضعت منك، ما عمري ما قصتها ولا أديتها، راه غير الباطل خلاص أنا بريء منها. يا وليدي السلقوطات كيخصهم غير فهم يرزقوا، ولكن كون ما خرجتي معاها ما دخلتي معاها ما تشربش تلصق فيك. ويلي امي على غير اللي خرج مع شي وحده صافي غتلصق فيه. هادشي ديما نخرج شاي، بغيتيها وحبيتيها شي خطبها لوالديها ودير بحال اللي كيديروا الناس الملاح، واللي ما دار يديه في غار ما يعضو حنش. ايوا غير يجي الواحد ويطيح على سنافرو، ما يتفاهم ما يتفق ما يعرف غير يزيد ويدرن، هذا راه زمان اخر امي. تفاهم اولا عاد الزواج. ايوا النتيجه انت وصلتي لها، هيا بغات تلصق فيك كرش ما عندك فيها لا نقه ولا جمال. لي ويلي ونجات، قل لي نجات دابا اللي هي طاير لها وتقلقات وغتمشي بحالها، اش غادي دير معاها؟ اش غنقول لها؟ الا بغات تمشي الله يعاونها، الا ما وش الطباح حتى تلقى على البحر. سمعنا سمع، والا ما سمعتش نوض نسمعوا لها. انا ما عندي ما ندير بالمره اللي ما تسوقش معايا فوق الحزه. سيري شوفي شكون. بلاتي عادل على السلامة. الله يسلمك. فين يا ماماك؟ هيا هنا يا سيد دخل انت. شكون رشيدة؟ أنا عادل. أهلا أهلا بسي عادل، أش أخبارك؟ لاباس عليك أنت؟ لاباس تفضل جلس، مرحبا بك. ماما أنا طالعة نكمل دوك التمارين ديالي. واخا واخا بنتي سيري كملي التمارين ديالك. إيوا عادل ارتحيتي شوية؟ شيخ شوم عليكم تخبيو عليا، أنا ماشي بحال ولدكم ولا من دمكم ولحمكم غير بالفم. اشنو خبينا عليك؟ واش باقا شي حاجه كتخبى في هذا الوقت؟ راه شافوكم الناس مكتبوا كل الملك في المحكمه وعرفوا كل شيء وجاوا عاودوا ليا. واش غنقول لك يا عادل؟ هي راه مسكينه صغيره ونيه ما كتعرف والو، هذاك الشيء علاش الوعي هذاك الديب ودار بها ما بغى. دابا انا راه جيت باش نوقف جنبها ونعاونها حتى تاخذ حقها من ذاك الديب. عادل. سي سينيورينا بيليسيما كيف ستاي؟ بيان. شنو كدير؟ اون بتيت ريفيزيون. الماط هذاك؟ اي الماط جلو دا تيست. اش عارف صايب هاد الشيء هذا؟ انا فاش كنت بحالك ما كنتش كنحملو. مبارك عليك من الكالكول وهضر معايا شويه. فاش غادي نهضر معاك عادل؟ الحياة كلها مشاكل، انا بعدا ما بقى ليا ما يتقال. اسمع لي رشيدة مزيان،
هادشي ممكن يوقع لاي بنت بحالك، ولكن كل متيقنا بلا كلشي غيدوز بخير وعلى خير. اه اخويا عادل، وحلت وما عرفت ما ندير. انت عارفه معزتك عندي قداش، وانا جيت اليوم باش نوقف معك حتى تاخذي حقك من داك المسخوط. انت الوحيد اللي سمعت منك بحال هاد الهضره، وما كلهم هنايا كيحتقروني. انا مستعد نديك معايا ونتزوجك تما ونمسيك فهادشي كامل. ربي يخليك اخويا، راك فاجئتيها عليا. وبركه من البكا، حول على صحتك ولا صحت ولدك. كيف ما كان الحال شنو هو ذنبو مسكين؟ عندك الحق، نوض بدل هاد الحاله وغسل وجهك وحيد عنا الطغبيشه وجمع حتى هاد الماط تاهو وصوب لي هذيك القهوه اللي مولفه تصاوب عليا. عقل عليها انا المره زيدها شويه ديال السكر. تخيل كابوتشينو باتلموري. ما كانش عليك اصاحبي تخاصم مع خطيبتك. قولها له وليدي، قولها له. صيفطها بدموعها في عينيها، كنقاسي معاها بزاف. حتى هي عوض ما تواسيني بدات كتهمني وكتعاتبني. اسمح لي، اي بنت محله كنتصرف بحال هكذاك؟ علاش كل اللي قال لي يا سيدي انت بارئ وما عامل والو؟ خاصها تثق بيا، وعلى الاقل لو كانت عينها فيا غير جا من حتى يبان ليها الحق من الباطل. المهم الا دازت هادشي بخير سير لعندها وصلح ليها خاطرها وتصالح معها. هذا نظري. تصالح معها واخا ان شاء الله. مشيني تنبوس ليها راسها نقول لها انا ظالم وطالب بالسماحه. وخليني دابا هادشي كله وقول لي اش دارت لك امي حليمه اللي مخليها بالجوع؟ اسيدي انا ما بغيت ماكله، انا واكلها في عظامي واكلها جديد. بغيت غنحق البال، بغيت نعرف ولدي المعذب المهذب واش عامل هاد عمله ولا لا. ما عندك علاش تخاف امي حليمه، دابا ربي يفرج والله ما كيسد باب حتى كيفتح بيبان سبحانه وتعالى. في الحقيقه الحاج هاد ولد اختك راجل يا اخي. واش من راجل؟ عرفتي مسكين ناض كيجري وكيجاري ودار المحامي قال لك حيت عرفها باقا صغيره وما غتعرفش تدافع على راسها. واش شفتي اللي كون ما دارشي هاد المصيبه هادي اللي كون راه خداها وداها معاه للخارج واسترعى عرضنا. عرفتي كنت دايره فيها واحد الثقه وحاسبها بحال اختي وما عمري ما خسرت لها خاطرها. وانت شوف شوف اشنو خرج منها. انت اللي عطيتيها الحريه اكثر من اللازم، خصوصا هي مازال صغيره وما كتعرف والو في الدنيا. الحاج الله يخليك، راه حتى انت مسؤول، ما تحملنيش المسؤوليه انا بوحدي. ايوا الله يجيب اللي فيها الخير وخلاص. بلاتي. اه نعيمه على سلامتك. الله يسلمك وين جاي. زيدي دخلي ما كاين حتى حد. ايوا صاحبتي فين هاد الغيوب؟ كنت مسافره ويلا رجعت البارح. فين كنتي مسافره؟ شنقول لك رشيده اختي، انت ماشي شي وحده اخرى. كنت هاربه من الدار ويلا رجعت البارح. اناري وفين مشيتي؟ فين بغيت نمشي؟ مشيت كندور ودعت من قنت لقنت. ايوا ايوا حتى ضربوني الحيوطه وندمت ورجعت البارح. ورجعتي لداركم بعدا؟ وفين بغيتي نرجع؟ ودي الوالدين كيف ما كان الحال ما كيحافيوش. رحنا اللي عقلنا باقي صغير وطيشات وكتحبنا الدنيا سهله. وانتي اشو درتي؟ انا غير سكتي حريرتي حريره. انا باقا حامله. باقا حامله؟ علاش ما طيحتيش؟ شو سحابك صاحبتي؟ عاجبني راسي في هاد لا سيتوياسيون اللي انا فيها. راه حاولت ولكن حتى طبيب ما بغى يحيدو ليا. وداركم ساقوا الخبار؟ على ما فراسك شنو ترى؟ الفضيحه فوق السطيحه. اين فضيحه واين سطيحه؟ اشنو وقع قولي. غير سكتي يا صاحبتي، حكايتي دارت بو بالروايح وقضيتي وصلت للمحكمه. محكمه؟ محكمه. باسم جلالة الملك أفتتح الجلسة. الملف عدد 90370، المتهم سعيد أيت العارفي. سعيد أيت العارفي. المشتكية رشيدة بن ديوان. رشيدة بن ديوان.
جاء في أقوالك أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة أن السيد سعيد آيت العارفي اعتدى عليك واغتصبك، يمكن لك تحكي لنا كيفاش وقع؟ أنا سيدي تعرفت على سعيد في القطار وعرض علي نخرج معاه، على حقاش قال لي غرضو شريف ونيتو حسنة وباغي يتزوج بيا. كنا في الأيام الأولى كنخرجوا لجنب البحر والقهاوي، وملي شافني سقت به تاني لواحد الدار حدا البحر وتما أجي قربي لهنا قربي تكلمي بلا إحراج. وتما اغتصبني. وما حاولتيش تدافع على نفسك؟ حاولت ندافع على راسي، ولكن هو كان بحال شي وحش وتغلب عليا. طيب ارجعي لمكانك وكملي كلامك. ومن بعد بقيتو كتلاقاو؟ نعم سيدي، بقيت تابعه باش يصلح الغلطه ديالته، حتى لواحد النهار ما بقيناش كنتلاقاو ولقيت راسي حامله منه وهو غابر لا خبر لا اثار. عندك يا استاذ شي سؤال تبغي تطرحه على الضحيه؟ لا سيدي رئيس. وانت يا استاذه؟ لا سيدي رئيس. كتعرف هذه البنت؟ كنعرفها انا سيدي. يمكن لك تقول لي شنو هي نوع العلاقه اللي بيناتكم؟ صداقه بريئه انا سيدي. هاد البنت كتهمك بانك اعتديتي عليها واغتصبتيها وانها حملت منك. كذوب نعم سيدي، انا بريء وما عمري ما مشيت انا وياها حتى شي دار وما كنت معها في اي محل على انفراد. وانت كتعرفي الدار اللي داك ليلى؟ ما بقيتش عاقلة عليها. كيفاش ما عمرك ما عرفتيها؟ المحل كان بعيد على المدينه والديور كانوا بزاف وكلهم كانوا كيتشابهوا، وسعيد كان كيتكلم ودوخني. الكلمه الممثل النيابه العامه. ادانه متهم وفق فصول المتابعه. الكلمه لدفاع الضحيه. سيدي الرئيس، حضراتي الساده المستشارين، اننا اليوم لسنا امام قضيه قانونيه فحسب، بل امام مواقف انسانيه تجعلنا نقف امام هذا الاستهتار الذي مس بعاداتنا وتقاليدنا المغربيه. فاي صداقه هاته بين فتاة وفتاة التي يتكلمون عنها؟ وها هي نتيجة هذه الصداقة المريبة. إن هذه الضحية سيدي الرئيس، هذه الضحية المراهقة انساقت بكل براءة وراء هذا المتهم الذي كان يلبس أمامها ثوب الإنسان النبيل بينما هو كان يخفي تحت جلده ثعلبا ماكرا. سيد الرئيس، إنني أحتاج وأذكر زميلي الأستاذ أن المتهم بريء إلى حين ثبوت إدانته. أرجو من الزميلة المحترمة ألا تقاطعني. المحكمة كتطلب منكم ما تخرجوش على الموضوع. كمل أستاذ المرافعة ديالك. طيب سيد الرئيس، إن هذا المتهم لم يتوانى في الانقضاض على ضحيته بعدما أن طمأنها باسم الصداقة وأعماها بالوعود الكاذبة وأغراها بالزواج وأبان لها أنه الزوج الموعود والرجل المخلص، حتى إذا ما طمأن قلبها واستولى على عواطفها استدرجها إلى مكان بعيد مجهول لا يعرفه إلا هو، وأيضا حتى كذلك لا يترك أي أثر لجريمته النكراء. وهناك سيدي الرئيس، أخذ منها أعز شيء تملكه فتاة مثلها، هكذا وجدت نفسها تحمل منه جنينا. وعندما واجهته بالحقيقة، أي واجهته بحملها منه، تنكر لها وللجنين. إنني أطلب من محكمتكم الموقرة أن تأخذوا حق هذه الفتاة من هذا المتهم حسب ما سنه المشرع بهذا الخصوص، وبتعويض مالي قدره 100,000 درهم، ولنا كامل الثقة في هيئتكم الموقرة. الكلمة لدفاع المتهم. سيد الرئيس،
حضرات المستشارين، كما قال دفاع المشتكية إن القضية التي أمامنا ليست قانونية فقط لما فيها من العبر والمواعظ الإنسانية والأخلاقية، إنما نحن سنأخذها من الجانب العصري حتى نواكب القرن الذي نعيش فيه. فكما لا يخفى على سيادتكم أن الفتيات والفتيان يدرسون مع بعضهم في الابتدائي والثانوي والجامعي، وقد تجمعهم ظروف الشغل بعد التخرج فيعملون مع بعضهم جنبا إلى جنب، وهذا الاختلاط كان طبيعيا أن تنتج عنه صداقات بين الفتيان والفتيات، وهذا ليس عيبا، بل العيب فيه هو أن يستغل في سلوكات لا أخلاقية وممارسات طائشة. أما إذا كان الغرض من الصداقة هو التعارف والتآلف والتعاون فهذا مستحبا، وإذا كان لغرض التفاهم لأجل الزواج فهذا جميل جدا. فموكلي سعيد آية العارفي مثله مثل شباب هذا العصر التقى بالمشتكية رشيدة بن ديوان صدفة في القطار فعرض عليها صداقته البريئة. كان يود أن يدرس أفكارها وينظر ما إذا كانت تصلح أن تكون شريكة عمره، فقبلت، وبهذه النية صار موكلي يتصل بها في أماكن عامة حتى تفاجئه وعلى غير انتظار أو توقع ذات يوم وهي تتهمه بذنب لم يقترف. ولن أتكلم عن الدلائل الغير كافية ولا القرائن المنعدمة، بل سأطلب من المشتكية الرجوع إلى نفسها وأن تحرك ضميرها وأن تلتفت إلى هذا الشاب الطموح وأن لا تحاول تحطيم زهرة شبابه حتى لا يضيع وسط المجرمين. فهل يرضيها أن يزج ببريء داخل السجن؟ وهل ستنام قريرة العين بعد ذلك؟ هل سيهدأ بالها إذا ضاع المسكين وضاع مستقبله؟ أيرضيها أن ينتسب حملها لغير الأبوة الحقيقية؟ وأطلب منها أن تكون جريئة وتقف أمامكم صائحة، لا للظلم لا للبهتان، نعم للحق نعم للعدالة. الكلمة الممثل النيابة العامة. سيدي الرئيس، إنما أقدم عليه المتهم شكل خطورة لحقت الضحية والمجتمع، وبالتالي فإن ما اقترفه يستوجب الردع حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على شرف الآخرين. إن المتهم بسلوكه الإجرامي ترك بصمات في ذاكرة الضحية لا ولن تتمكن من نسيانها، فالضرر الذي لحقها مهما أسهبت في شرحه لن يزول ويمحى من مخيلة المشتكية. واعتبارا لذلك نلتمس إنزال عقوبة تتلائم وخطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم في حق الضحية. إنه من العار أن نرى جرائم من هذا النوع تتفاحش في مجتمعنا، والتي إن تساهلنا في معالجتها سيكون له الأثر الوخيم على أسرنا. بمعنى يتعين علينا أن نتصدى بلا هوادة لهذه الجرائم التي تمس قيمنا وتقاليدنا وتتعارض مع ما جاء في ديننا الحنيف. وحتى لا أطيل، أناشدكم وألتمس من مجلسكم الموقر بكل إلحاح إدانة المتهم وتطبيق ظروف التشديد في حقه. لا سيدي الرئيس لا. أجلك الشيء سيد باري سيد مظلوم ما دار والو. كيفاش وضحي كلامك أكثر؟ سمحوا لي نعود لكم القصة كلها. احكي لنا بتفصيل وقل لنا الحقيقة والحقيقة فقط. واحد النهار كنت خارجة من الثانوية أنا وصاحبتي نايمة. ملي كنا خارجين من الثانوية لقينا حميد وصاحبه علي واقفين حدا واحد الطوموبيلة. نايمة جراتني لحقاش كتعرف حميد. مشينا لعندهم وعرضوا علينا وحنا بلا تردد ركبنا معاه، وفي الطوموبيلة حيدنا الطابليات. نعيمة قدمت لي حميد الصديق ديالها اللي قدمني بدوره علي صاحبه
وعرضوا علينا نمشيو نشربوا معاهم شي حاجه على جنب البحر. اش دار لك نعيمه؟ نمشي ندير شي دويره جهه البحر. الونزي بوكا با. سمحوا لينا نمشيو خذوا راحتكم. الحقيقة المغرب لينا فيه مناظر جميلة. علاه انت ما عايش هنا في المغرب؟ سي عايش في المغرب، انا اغلب الوقت ديالي تنقضي في اوروبا. وشنو كدير؟ تنعمل تجارة، عندي سوسيتي ديال لامبور اكسبور. بحالاش؟ باغ اكزومبل يعني تنجيبو سلعة من اوروبا تنبيعوها هنا، وتنعاود نجيبو نديو سلعة هنا من المغرب تنبيعوها في اوروبا. هي انت مساري اوروبا مزيان. اسكت، المسارية طلعت ليا في الراس ديالي، قوت لي عييت من المسارية تنصيفط لها البيرسونال ديالي هو اللي يمشي، ولكن ما عندي ما ندير. ساداتك، أنت بعدا مساري مزيان. على أنتي ما عمرك خرجتي للخارج ولا؟ أنا المغرب ويلاه كنعرف فيه الدار البيضاء وفاس. أجي نقول لك، ولا عرفت عليك تسافري معايا شي نهار، سي بوسيبل تقدري؟ قول لي أسي علي، واش عايش بوحديتك هنا؟ مزوج بأوروبية؟ أوروبية؟ وين جيني مشي أوروبية؟ اللي خطا عليا مغربية، قال لك مغربي خدام مغربية وعملو زواج ليا، ولا لا؟ وباقي ما لقيتيها؟ في الحقيقة لقيتها. شكون هي؟ أنت يا لالا رشيد، أنت هي بالذات والصفات. بركة بركة مدت ليا، حنا زعما عاد تعرفنا. كيما نخبي عليك يا رشيد، كنت نعرفك هذه مدة، وكنت نتمنى تجي فرصة فين نتلاقاو. وتعرف عليا وتعرف عليك أكثر وأكثر على رشيد. أنا مالك ضيعتيني وضيعتي لي شرفي وكل ما عندي ومستقبلي. رشيدة راهي عندو كلاف، بقوتي تنبغيك ما قدرتش نملك نفسي. اش غادي نقول دابا لدارنا؟ عرفتي الا ساق ليا بابا الخبر شنو يدير؟ قتلني يذبحني يشرب من دمي. علاش تقولي لهم كاع دابا؟ خلي تيجي وقتها ملي غادي نتزوجو. امتى؟ حتى نتفضح؟ رشيدة ها حبيبه راه كلمه وحده. ها حبيبه راه وعدتك عمري ما نتخلى عليك، ما عادي الا تخليتي عليا انتيا. بالعكس كل ما بغيتكش ما نقبل حتى نرافقك. صافي دابا وقت نفكرو في مستقبلنا وفي المكاكف وفي التخيط اللي غنديرو في العرس ان شاء الله. وصافي حبيبي. اعلم عندك تخويبيه. تخويبك؟ رشيدة شوف فيا بعدا، خصك تعرفي بعدا من اليوم انت ديالي وانا والشركات ديالي والفلوس كلهم ديالي ديالك حبيبي. وبقينا كنتلاقاو مره حتى ما بقى ليه لا اخبار لا اثار. ما خليت فيه قلبت عليها اختي نعيمه وتقولي واش لقيت حسو. أم دافع على لالا راه في الحبس ومحكم عليه بعامين، طلع واحد لسكرو منو ما كان حتى من الحشيش تيتاجر فيه. أويلي شكون قالها لك؟ قالها لي حميد وتا هو ما كانش ساق الخبر حتى تحكم واللي عطى الله عطاه. صافي اختي نعيمة أنا ضعت. علاش ما تمشيش عندو الحبس وطلب منو يعترف لك بولتك ودار معاك صداق؟ إذا ربي صدق هو في الحبس الراجل محبوس، أش غادي نقول لوالديا؟ والديك بزز منهم يقبلوا له هو بغا. لا 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 ابدا وليدي واش يقبلوا يعطوني المجرم في الحبس. يا رشيده احبيبه ركزي معايا، المهم يعترف لك بولدك وديك الساعه يحمل الله. جاي ديري هنا جاي تشفي ولا؟ لا لا عالي. وشنو؟ جيت غير نقول لك باللي انا حامله منك. منيره وسيري قلبي لك على شي حد اخر من غيري، اما انا راه ما اصلح لكش. شي حد اخر من غيرك؟ ما كنعرف حتى حد اخر من غيرك، انت اول رجل عرفت في حياتي وانت اول واحد وعدني بالزواج في الحلال. دابا من هادشي كله علاش تقلبي؟ علاش تقلبي؟ بغيتك تعترف بولدك او بنتك وتكتب عليا. انا خصك شي فكره اللي كتب لي قال نكتب عليه، بغيت نلصقيه عليا واشوفها بنت الناس. الا كان هي على الحبس راني موالف به وراه ما عندك ما تنضي مني، سمعتيني؟ وشوف زيدون انا راه ما نصلح لكش وماشي في المستوى ديالي، سيري طبري لك على شي فيكتيم اخر، سمعتيني؟ يكون في المستوى وعنده سمعه وقيمه تباني به قدام عباد الله، اما انا راه والو سلقوط ومسخوط والو. عالي اعالي انا قابله وراضيه
نتسناك انا ولدك ولا بنتك حتى يطلق الله سراحك. وتطيح على راسك ولا مالك؟ وسيري شوف فيلم تعاود هاد المعاجيات هادو. إذا ما بغيتيش غادي ندعيك. داري وسيري دعيني. سيري سيري دعيني سيري. نيت انا راه باغي نخيم هنا. الشاف اجي تديني لدار الله. كل صدق سيد الرئيس حاولت ننساه. وجات العطلة ديال المدرسة وسافرت لعند عائلتي لفاس. وملي كنت راجعة تعرفت على سعيد. علاش كتبني الناس هو المرافق الحنين ديالك؟ شكرا. أنا سعيد. متشرفين. وأنا رشيدة. كنظن أن الأخت باقا كتقرا. كنوجد البكالوريا هاد العام. وفرحت بصداقته. وبقينا كنتلاقاو. وبقى سعيد كيكبر في عينيا. خصوصا ملي لقيتو إنسان نبيل ومؤدب. وقلت صافي هذا هو الانسان اللي غادي يفهمني. حتى لواحد النهار. رشيده مالك؟ مالك يا بنتي رشيده؟ ولي استغفر الله العظيم مالك الحبيبه ديالي مالك؟ ويلي مالك يا بنتي وجهك صفر هكايا؟ اه ماما مساقني كيتقطعوا من الصباح وانا كنتقيه جوفي مروه. ويلا نديك عند الطبيب. انا امتحان اليوم. انا غادي نعيط لباك يدوز عندك للمدرسه وياخذك يديك عند الطبيب. لا 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 بلا ما تقول يا البابا غير اعطيني الفلوس قسم ما ساليت ندوز لعندو. وملي ما لقيت حتى حل حاولت الانتحار ولكن عتقوني. وتما ماما فاش عرفت من الطبيبه بلي انا حامله سولتني شكون. ولكن انا خفت نقول لها بلي علي المسجون المنحرف هو اللي بيا. داكشي علاش ما لقيتش قدامي غير سعيد لصق ليا التهمه هادي باش ما تفضحش قدام دارنا. وهكذا سمحت لنفسي نظلم انسان بريء ولصق ليه بحال هاد التهمه. ولكن انا اليوم كنشهد امام الله سبحانه وتعالى وامامكم بلي سعيد بريء ما دار حتى شي حاجه وما عمره ما قصني ولا وقع بيني وبينه شي حاجه خايبه. الكلمه لممثل النيابه العامه. سيدي الرئيس بناء على التصريحات الجديده التي ادلت بها الضحيه اسند النظر للمحكمه. عندك شيء إضافة أستاذ؟ سيدي الرئيس، حضرة السادة المستشارين، إنني أتأسف في البداية لما لقيه هذا المتهم من جراء هذه التهمة التي ألصقت به من طرف موكلتي. وبتصرفها هذا والمعاقب عليه قانونيا ألتمس من محكمتكم الموقرة مراعاة حالتها الاجتماعية وكذلك عدم سوابقها وصغر سنها. وحتى لا يظل ضميرها يؤنبها صرحت أمامكم ولمحكمتكم بحقيقة الواقعة وبالتالي برأت ساحة المتهم. أعتقد سيدي الرئيس أننا دائما معرضون للخطأ وحيث أن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي أناشد محكمتكم الموقرة الرأف بهذه التلميذة المتهورة الذي خرجت عن إرادتها وطواعيتها. ولجنابكم ومجلسكم الموقر واسع النظر. عندك شي تعقيب؟ سيدي الرئيس أضيف أن هذا التصريح الشجاع الصادر عن ضمير حي والذي يبرئ ساحة موكلي من التهمة المنسوبة إليه ألتمس من هيئتكم الموقرة تكييف المتابعة تبعا لملتمسات النيابة العامة. كما أطلب الحكم على الضحية بأدائها تعويضا مدنيا لفائدة موكلي وقدره درهم واحد رمزي ولكم واسع النظر. وانت سعيد عندك ما تزيد؟ نعم سيدي الحمد لله مني بنت الحقيقة وبنت البراءة ديالي. الله ياخذ فيها الحق سيدي الله ياخذ فيها الحق. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة! باسم جلالة الملك تصرح المحكمة حضوريا بعدم إدانة المتهم سعيد أيت العارفي والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. وعلى رشيدة بن ديوان من أجل جرعة الإدلاء
بتصريحات كاذبة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأداؤها تعويضا مدنيا لفائدة سعيد آية العارفي قدره درهم واحد رمزي. يمكنكم تفضلوا. الله يبعد بكم. عرفتاش غادي يجيك مليح. غتمشي دابا تجمع حوايجك وحوايج هذيك المسخوطه ديال بنتك وتضربوا عليها وجهكم. انا مزروكه. ما باقيش بعيد نشوف كم مرتكم. انا مزروكه فيك ابا حبيبي، راه ما عندنا فين نمشي ولا. سيروا للجايحه اللي ضربكم، سيروا للجايحه اللي ضربكم بجوج. كبستوا عليا، قلبتوني. مازال جايه قليت الحياه، باقي عندك لوجه اللي تشوفيني. غتمشي ولا غادي نخرج دابا ندير فيك شرع عندي. انا مزوقه فيك الحاج، هالعار الحاج اللي غلبي عف. انا مزوقه فيك، خليها عليك. انا مزوقه فيك، ما غاديش عاد نمشي. شوفي عرفتي دخلت الحياه هذه، دخلت الحياه راه كياكلها جلدها. لا 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 عفاك، نعس الشيطان الحاج. والله حتى نخرج سي ناس الخا كان عصا وكيس. انا كنت قدامي. انا مزوقه فيك. لا لا عادين اجاو لي جوجي، اجاو لي نفرغ عليك قلبي، اجي تشكي عليك اوليدي. اش بيك زيد اولدي؟ تفضل تفضل. جاك الله جاك الله اوليدي. جلس اوليدي عادي، اجي تشوف اشنو دايرين فيا. بغاو يخرجوا لي عقلي، بغا يحمقوني. اخ علي الله يهديك، دابا اللي طرا ما كاينش تعصب راسك دا هكاك. قول لي يا وليدي كيفاش ما نتقلقش، والبنت جايبه ليا كرش من بزناس ولم مخبيها ليا. بالعما ولدي عادل ما عارفه شي بزناس. اخلي هاد القضيه دابا تحل وما يبقى حتى شي مشكل. اش من حل وليدي غادي ينفع في هاد المصيبه الكحله؟ اش من حل؟ خالي اسمعني مزيان، كيقولوا اللحم الى خناز ما كيهزو غير ماليه. وانا باغي نستر عار بنت خالي. كيفاش؟ والكرش؟ الله يهديك يا خالي، رشيدة شكون؟ راها بنت خالي، دمي ولحمي، والعيب الا بان كيستروه ماليه. واش قلتي؟ اللي دار لك اوليدي انا، اللي دار لك. أمي صافي سخيتي بيا، غادا تمشي؟ وزيد معايا غير هاد الويلة بعدا. شوف أوليدي المعول راحل، أنا تدهيت معاك وبطات على باك وخوتك. من اللي خرج الله الأمر بسلام خصني نمشي ندير الصدقة للطلبة وندي الوعدة لمولاي إدريس. شوف أوليدي كنوصيك ما تعاودش تخرج مع منولة، وإلا بغيتي تهنى تزوج بنجات. نجات راه بنت الحلال، ما تزبرشي بحالها. أمي حتى لهاد الموضوع ما بقاش تجبديه ليا. المرأة اللي ما توقش مع رجلها فوق الحزة ما عنده ما يدير بها، لا حبيب إلا حبيب الحزة. أمي إيه والله يديرتها ويل الخير أوليدي. ومني توصلي سلمي لي على الوالد وخوتي. يسلم عليك. سلمي عليهم بزاف. يلا نوصلك دابا المحطة. يلا أوليدي يلا. سير وليدي الله يرضى عليك، الله يكون لك ولي ونصير. استرتينا الله يتولك بالستر. اخالي نتوما مني وانا منكم، ورشيده دابا ما بقاتش غير بنت خالي، راه ولات مرتي، راه عمري ما نفرط فيها. ياكون هذا رشيده بنتي، ديري عقلك وتبتي راسك وتهلاي في راجلك، تهلاي فيه مزيان، راه ولد الناس وولد الاصل الطيب. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا بنتي، الله يستر عيبنا. عادي الله ولدي، الله يرضى عليك ويخلي لكم دابا على خير. الله يوصلكم على خير.